ازاي نقدر نقضي على الخرس الزوجي، ازاي نقدر نتخطى الازمه دي، ازاي نقدر نكسر الحاجز ونرجع نتكلم مع بعض تاني. عندنا مشكله كبيره جدا ان احنا لما بنبني حاجز او بيتبني حاجز بيبقى صعب جدا كسره. بالظبط زي العلاقه الحميميه ما بين الزوج والزوجه، لما تبتدي تتباعد فتراتها والفترات دي تطول ومع الوقت ومع الزمن تبقى طويله جدا، تبقى كل محاوله لاقامه علاقه حميميه من جديد ولو لمره واحده كل شهرين ثلاثه بتبقى تقيله قوي على القلب. في حين ان هم لما بيبداوا العلاقه الحميميه بيبقوا في منتهى السعاده، ويخلص ويقول انا باذن الله انا مش هفوت اسبوع، ويرجع تاني الابروتش نفسه، البدايه نفسها، الدخله بتاعت ان احنا نبدا العلاقه الحميميه، التلج، الجبل التلج اللي اتبنى ما بين الزوج والزوجه بيحوش ان يكون في كلام وعلاقه حميميه. انما لو مفيش خرس زوجي، لو بنتكلم ونضحك ونهزر وشفتي المسلسل وعملتي وبتاع، انت جميله جدا، الله يسلم ايديكي، انت يا حبيبي ربنا يخليك، شيك، البس حلوه البدله دي، يعني في حوارات مش كلها لازم تكون حوارات اجتماعيه، لازم تكون حوارات انسانيه شخصيه خاصه. جبل التلج بيسيح، وبالتالي في اي لحظه تلاقي الزوج والزوجه قدروا يقعدوا مع بعض قعده صفا، وفي أي لحظة قدر الزوج والزوجة يقيموا مع بعض علاقة حميمية، وبتبقى بمعنى حميمية. حميمية مش معناها علاقة جنسية، فيها حميمية، فيها مودة، فيها حب، فيها تقارب. عايز أقول بقى حاجة يعني ربما أتلام عليها على كل مواقع السوشيال ميديا، ولكن مهم جدا إن احنا نركز في الحتة دي. الأزمة ما بين الزوج والزوجة بتبدأ تظهر عندما يختفي التقبيل، عندما تختفي القبل. لان بنشوف في افلام زمان ابيض واسود، باي باي يا حبيبتي انا نازل، بوسه بس، يا حبيبي انت جيت، الحمد لله على سلامتك راجع من الشغل، بوسه. على فكره مش عيب، ده راجل ومراته، ده شرع ربنا، يعني ما بنتكلمش في حاجه غلط. لما الموضوع ده بيبتدي ينسحب بالتدريج، يبتدي يختفي بالتدريج، وتبقى الحدوته تقيله، انا جيت، انا جيت، لو ادت ببوسه هنا بقت فل قوي كده، خلاص تحول العلاقه ما بين رجل وزوجته الى رجل وابن عمته. يعني هيبقى في ايه بقى؟ ما خلاص واحد قاعد مع ابن عمته في البيت. ما اول ما نوصل او اول ما نشعر ان احنا بدانا نخش في النفق المظلم ده، لازم وبسرعه جدا نجيب ورا ونرجع ونفوق لنفسنا تاني. مش هتخسر حاجة انك تبوس مراتك وانت نازل، ومش هتخسر حاجة انك تبوس مراتك لما ترجع من الشغل، مش هتخسر حاجة يا سيدي انك تبوس مراتك قبل ما تخش تنام. مش ما اخترعتش العجلة، ما بذلتش مجهود، دي بوسة ما فيهاش اي تعب، ولا جسماني ولا نفسي ولا معنوي، ولكن بتقرب المسافات، بتخلي العلاقة فيها نوع من الاحساس، نوع من الحميمية، بتخلي العلاقه ليها طعم. حلو قوي ان انا اهزر مع مراتي واضحك وهي تهزر معايا ونضحك، وتبقى انت جميله، يخرب بيتك، دمك لطيف قوي، كل الكلام ده، انما ده ما يقربش المسافات. ربنا خلقنا رجل وامراه، ذكر وانثى، ما ينفعش يبقوا ذكرين عايشين مع بعض في البيت او انثتين عايشين مع بعض في البيت. اول ما بنبتدي نتباعد وبنتباطأ وبنتكاسل في ان احنا نقرب من بعض، بتبتدي العلاقة تفتر، وعندما تفتر العلاقة بيتحول يعني الزوج والزوجة إلى قرايب مش أزواج، وبيحصل الخرس الزوجي والسكون الزوجي اللي بيؤدي بعد كده لمشاكل كتيرة جداً.